أوقفت شركات ومنشآت الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن أنشطتها المصرفية عقب تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز 920 ريالا بعد 3 أيام من استئناف عملها عقب إضراب دام عدة أيام. وهبط الريال الوطني خلال تعاملات الساعات الأخيرة إلى مستويات متدنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 920 ريالا، في حين وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية أكثر من 240 ريالا. وكانت جمعية الصرافين في عدن قد دعت في وقت سابق إلى فتح جزئي لشبكات التحويل بالعملة المحلية فقط بعد أيام من إغلاقها بشكل كامل. على الصعيد، أطلق ناشطون دعوة للتظاهر يوم السبت المقبل في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية رفضاً لما سموه سياسة التجويع، تزامناً مع استمرار تدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأجنبية. الناشطون أعلنوا أن أجندة المطالب المقرر رفعها في التظاهرات تتمثل في وقف طباعة العملة وإعلان تشكيل الحكومة وتحرير موارد الاقتصاد الوطني وخاصة النفط والغاز، إضافة إلى توحيد سعر صرف العملة الوطنية وضبط سوق الصرافة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الصحفي وفيق صالح. أهلا وسهلا بك سيد صالح. إذن 920 ريالا للدولار الواحد قد يكون هذا أدنى مستوى للعملة الوطنية مقابل الدولار، بالمقابل هنالك صمت مطبق من قبل الحكومة الشرعية، تفسيرك للموقف الاقتصادي؟ طبعا العملة الوطنية تدنت في شكل هو الأكبر في تاريخها. سعر الدولار الواحد أمام الريال اليمني 920 ريال كن يتوقعه أكثر المتشائمين في البلاد. أعتقد عن اختلالات كبيرة في مؤسسة الشرعية في جميع دوائر الحكومة واختلال الدورة النقدية في البنك المركزي بشكل عام. عجز البنك المركزي عن استدامة من النقد الأجنبي وعن تفعيل كافة صادرات البلاد التي تجر عليه إيرادات بالعملة الأجنبية ويمكن أن يكون احتياطي أجنبي منها، وعجزه أيضا عن وضع يده على إيرادات المؤسسات المحلية التي يمكن أن تفي بالتزاماته المالية كرواتب الموظفين وما إلى ذلك. هذه كله أدى إضافة إلى الانقسام النقدي والمصرفي وحظر الطبعة الجديدة من العملة، هذا كله أدى بالمحصلة المتردي من بقيمة العملة الوطنية. أساهم في ذلك غياب الحكومة عن الواقع وعدم تفعيل مؤسسات الدولة وترك الأمور سائبة دون أن يكون هناك أي ضبط حكومي أو تكون هناك فرصة اقتصادية للسيطرة على كافة الموارد، وأيضا انعدام السياسة النقدية للبنك المركزي. هذا كله أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية. ساهم بتدهور قيمة العملة ما تشنه جماعة الحوثي من حرب اقتصادية على المركزي. نعم. طيب سيد وفيق صالح، يعني لا شك يعني أن انهيار العملة الوطنية سيكون لها تداعيات كبيرة على شرائح مختلفة من المواطنين. لو تحدثنا عن الشرائح الأكثر تضررا من سقوط وهبوط يعني الريال اليمني بهذا الشكل. طبعا هم فئة الموظفين وذوي الدخل المتوسط الذين يمثلون الشريحة الأكبر والنسبة الأكبر من حجم السكان في اليمن. الآن أصبحت ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد وبشكل مضاعف بين لحظة ولحظة، سعر اليوم غير سعر أمس، وهذا كله بفعل تقلبات سعر الصرف وبفعل صعود سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية والاستهلاكية تزيد يوما بعد آخر، بفعل أن اليمن تستورد أكثر من 90%
احتياجاتها من المواد الغذائية، إضافة إلى أن الحكومة اليمنية لم تقيد شروط الاستيراد. هناك استيراد لكافة الأنواع حتى المواد الاستهلاكية، وهذا يساعد على تدهور قيمة العملة اليمنية وعلى هجرة الدولار والعملات الصعبة. المواطن اليمني يدفع ضريبة باهظة لتدهور العملة الوطنية، حيث أصبح أجرته الشهرية واليومية لا تفيه بتلبية احتياجاته من أدنى المتطلبات المواد الأساسية. نعم سيد صالح، الآن ما هي الإسعافات الأولية اقتصاديا التي يجب على الحكومة القيام بها الآن؟ أعتقد أن الخيارات كلها بيد الشرعية وبيد الحكومة ومن ورائهم التحالف العربي. عليه أن تعود الحكومة إلى الداخل ويتم تفعيل مؤسسات الدولة، ويضع البنك المركزي يده وسيطرته على كافة الموارد النقد المحلي وموارد الأجنبي، إضافة إلى وضع سيادة نقدية صارمة وشفافة، ووضع مصفوفة عمل تحدد منها أولويات الحلول العاجلة وبعيدة ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، من أجل أن تعمل هذه بشكل جماعي على في انهيار الريال وتحل مشكلات أسعار أكثر. أيضا المعضلة الأساسية هو الانقسام النقدي والانقسام المصرفي. حظر طبعا الجديدة من العملة، هذا أدى إلى تكدس هذا المبالغ الهائلة في مناطق سيطرة الشرعية، بالمقابل هناك شحة كبيرة من النقد الأجنبي وارتفاع المضاربة بالعملة. هذا كله ساهم بشكل كبير في تدهور قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية. عكس ما هو حاصل في صنعاء والمناطق الواقعة ضمن منطقة سيطرة جماعة الحوثي، ليس هناك مضاربة بالعملة وليس هناك نقد أجنبي ولا حتى سيولة من العملة المحلية، فبالتالي من الطبيعي ثبات شكلي ووهمي لا يمكن أن ينعكس بشكل مباشر. شكرا لك. نعم الصحفي وفيق صالح.